امبارح صار في سجال من نوع اخر بين لواء عباس ابراهيم و رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط، واتهموا بانه عم بيحاول يدق سفين بينه وبين الرئيس بري على خلفيه مقابله للواء عباس ابراهيم، يعني مقابله تلفزيونيه واذاعيه. هلا هي ليست هيدا مؤشر مش سهل، مش سليم يعني. ابدا صحيح. وطبعا له ما له. انا كتبت امبارح، رديت على النائب السابق وليد جملاط، كتبت انها تغريده مثلثه الاضلاع مسمومه. يعني هي تطال حزب الله وتطال علاقه حزب الله بالرئيس بري، وتطال ايضا سوريا، لانه عمليا هو رجع حكي عن استباحه الحدود، وكانه يستشف ان هناك شيء ما قريب في هذه الايام القريبه. كيف قرات يعني بهاي توقيت تغريده؟ طبعا يعني اول شيء لا احد ليش؟ اول شيء هو واضح انه عم بيأشر لمساله حكي عنها اللواء عباس ابراهيم، انه هو ممكن يكون مرشح لرئاسه مجلس النواب. لا، مرشح للنيابه، ما حدا للنيابه وللرئاسه، ما عليه يعني، خلينا نصلى دغري الخبريه. شوفي، هذه عمليه القفز والاستنتاج، هي العملية اللي بده اياها جملاط. شو بدك تروحي مع جملاط بنفس الاستنتاج عمالك؟ لا، اول شيء الواحد مختصر الطريق. لا اول شيء مش يعني جديد، من زمان عم ينحكى باسم اللي بقى. اول شيء يعني اول شيء خلينا مثل ما بقولوا نحط اجرنا على العتب. اول يعني شيء خلينا نوصل قبل ما يخلص الوقت. اول شيء حق اي مواطن ان يترشح للانتخابات النيابيه. اللواء عباس ابراهيم وفيصل عبد الساتر وسمر ابو خليل مثل بعض، بحقهم بالترشح. صحيح. اما الترشح لرئاسه مجلس النواب هذا امر اخر. هذا يتطلب توافق وانسجام وتوازنات والى اخره، وفي حزب الله وفي حركه امل وفي بقيه الكتل النيابيه. مش اللواء عباس ابراهيم يعني انه هو خلص انفتح طريق يعني صار رئيس مجلس النواب، ولا اللواء جميل السيد صار رئيس مجلس النواب، ولا علي عمار صار رئيس مجلس النواب، ولا الحاج محمد رعد، مع احترامنا للجميع، حقه كشيعي انه يكون رئيس مجلس النواب عندما يكون نائب. لكن اول شيء خلينا نمهد الخطوات. اول شيء مين قال انه راح يصير في توافق على اللوائح وان يكون على اللواء عباس ابراهيم موجود على اللائحه؟ يمكن يصير يمكن ما يصير. اوكي، على كل حال اذا صار بيكون منيح، واذا ما صار بيكون هذا. هلا تمام، فوت بهيدا التفصيل لوقتها، علما انه اليوم معلومات الجمهوريه بس تمرقها انه اليوم معلومات صحيفه الجمهوريه انه سيسار الى عمليه تقريب الانتخابات من 8 ايار ل 27 اذار، وهيدا له بعدين حيثيات كثيره بنحكي فيها. بس تمام، نغوص بموضوع الترشح يعني وعدم الترشح. لا مش 10 ايام، مش 10 ايام ابدا، شهر و اذار نساء شهر شهر وشوي، لانه هيدا يؤثر على امكانيه التعديل بعض بنود القانون، يؤثر على خطوات كثيره فينا نخلص منها يعني. هلا مش بس خلينا هودي نحطهم على جنب ونروح مباشر بالسياسي. خليني اقول لماذا اراد جملاط مثل هذا الامر. هو اراد ان يخلق مناخ من الفتنة بشكل أو بآخر. أنا ما بدي أقول أنه بده يعمل فتنة. وين مصلحته بالفتنة؟ مصلحته بالفتنة إعادة خلط الأوراق في الداخل اللبناني، وهذا أمر له علاقة في سوريا، له علاقة فيما يجري بين سوريا ولبنان. طيب، بس هلا انه وليد جملاط معروف انه حدا يعني عنده انتناته وعنده امكانيته على الرصد. ما بيعرف وليد جملاط انه ليس هناك من امكانية بخرق الثنائي او بدق سفين هلا بين اي طرف، بيعرف جيدا. شوف شو الرسالة اللي بده يمرقها. شوفي، اما الخرق ما بين حزب الله وحركة امل وبين الرئيس بري والسيد حسن نصر الله، لا جملاط لا 100 واحد على جنب، مع احترامي لإلهم، يروح يلعب غيره بهاي القصة. يعني هذا أمر مرفوض ومن غير المقبول أبدا. حزب الله وحركة أمل هما جسدان في روح واحد. طيب وبين اللي هو إبراهيم والرئيس بري؟ الآن مبايعات ولا شعارات. هذا الأمر تجاوزناه كثيرا في بيئتنا العامة للمقاومة. مش عم بحكي الآن كأحد طرفي الجناحين إذا بدك بالمعنى الشخصي المباشر. اما انه وليد جملاط عم يذكرنا انه هناك من ينكر نضالات الرئيس بري، ما حدا بينكر نضالات الرئيس بري، لكن من تنكر لكل شيء في البلد هو وليد جملاط نفسه، الذي تنكر وغدر بالسوريين وغدر بحزب الله وغدر بكل الاصدقاء والحلفاء.
فمعلش كنت بآخر فترة مصلي على النبي وماشي الأمور هذا، تركك من هذه التغريدات التي فيها شيء من الانتقام من سوريا، لأنه معتبر هذا الوفد الدرزي الكبير اللي راح واستقبله الرئيس بشار الأسد هذا يؤشر إلى شيء ما في عقله الباطني لوليد جملاط، وهذه قوافل البنزين والمازوت اللي حكي أحد نوابه بمجلس النواب اجتياح تجتاحنا الصهاريج تجتاحنا الصهاريج، ورجع هو قال الآن تستباح الحدود لمصلحة من تستباح الحدود؟ هذه مش استباحة للحدود، هذا كسر لسايكس بيكو الأمريكي والبريطاني والفرنسي، هذا إعادة وصل ما انقطع من علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا. عندما أراد السيد حسن نصر الله هذا الأمر هو لم يكن يريد إغراق البلد بمازوت وبنزين بس، بل أراد إرادة التحدي وكسر إرادة التحدي. كمان في اختلاف على فكرة أنه في حصار ولا ما في حصار، في اختلاف على فكرة على موضوع خرق السيادة وعدم خرق السيادة.